يقدر هي يقدر لا. لقطة أخرى يعني والله ما دوزتهاش لكم في الفيديوهات اللي دازو نتاو اللي هضرنا فيهم على حادثة الفنيدق. واحد السيد قال واحد الهضرة زوينة، باينة على السيد ما شاء الله عليه مثقف وواعي، دونك قال هضرة معقولة والفيديو ضار بزاف. أنا ما دوزتوش، يلا جات الفرصة، ما كانش عندي في الأول في وسط الفيديوهات الأولى اللي دازو، هو جات لي الفرصة. والله ما لا ننام من اجل اولادنا، هذه ثروه قوميه، هاد الاطفال اطفال شابات في مقتبل العمر 14 10 12 15 سنه. الحق هذه الكلمه خصها تكون، خص السيد خنوش خصو يكون متواجد هنا لانه مسؤول على هاد وليداتنا. الحكومه كلها خصها تكون هنايا، ماشي هذا الاستنفار الامن المساكن اللي هنايا، خص هو يكون هنايا في الحدود باش يعرف المآسي اللي كتعيشها الاسر المغربيه لفقدان الثقه في هذه الحكومه. لا صحه، لا تعليم، لا تعليم، لا برامج للشباب لإدماء الشباب، لا برامج للبحث العلمي، لا شيء. يعني الكل حاقد، الكل يريد مغادرة. ونسي رئيس الحكومة على أن المغرب بفضل جهود صاحب الجلالة أصبح قوة إقليمية يعد له ألف حساب بالعدو قبل الصديق. يعني المغرب دخل في إفريقيا يعمل مجال التنمية في إفريقيا في حين الحكومة بقية تفهم، يعني استنزفت خيرات البلد ومياه البلد. أنا أسائل الحكومة، أين هي خيرات البلد؟ لماذا هذا الغلاء في الأسماك؟ ثمن الأسماك غالية ليست في مستوى المواطنين المغاربة، والمغرب يتوفر على 3500 كيلومتر ديال الشواطئ. هذا عار وحشومة، وأجدادنا قاتلوا قدموا الغالي والنفيس وماتوا في ميادن في الميادي في المعركة من أجل يعني هو أغشي، يعني باش خدينا الاستقلال، مش من أجل من أجل هذا باش يكون باش ننعم بالأمن والاستقرار. صحيح، اوكي الفيديو طويل ما طلعش كامله، ولكن هادشي اللي كاين. لا اله الا الله، ما بغيتش نهضروش بزاف في الموضوع عاود تاني، ولكن الحكومه خصها تفيق معنا ودير شي حلول. الا ما قدرتش دير الحلول يجي اللي يدير الحلول، ما نعاودوش نفس الافكار ونفس الهضره، ولكن كما قلت لكم عطى الله الحلول. خص يجي اللي بغى يخدم، يجيو اناس ما شاء الله عليهم بحال بوريطة بحال السي عمر هلال بحال القجاع، الناس اللي بغا يخدموه. ولا اله الا الله، الله يجير شي تاويت الخير. الله يحفظ والله يرحم الناس اللي جاو لطاطا ورزازات وزاكوره اللي عاود تاني فيضانات اخرين تاني البارح بالليل. لا اله الا الله، كما تشوفوا هنا فيضانات في الوسط الشرقي ديال المغرب. قال لك طاطا وزاكوره وتنغير، لا اله الا الله. هنايا في وسط هنا فيضانات، يقدر في طاطا اللي طاحت واحد يتحدون قال لك السيول لانقاذ المواطنين العالقين وسط الفيضانات. واحد الكار وحل في وسط القنطره وجاو السيول جارفه كبار وريحوا الكار وطيحوا ودفعوا الكار في وسط الماء، الله يحفظه. هذا ولا اله الا الله، اللي تعتق تعتق واللي مات الله يرحمه، واللي باقي تيقلبوا عليه يا ربي يكون بصحه جيده ان شاء الله، والله يسر امور. هادشي ديال الله، ما عندنا ما نقولوا، فيضانات الزلازل داكشي ديال الله. تطلب الناس المغفره والله يرحمهم والسلام عليكم. هادشي اللي كاين، واللي مشاو ليه اللي مشى ليه رزقه ولا مشى ليه ديالو الله يعوضه. بلاتي بلاتي محسن بيان سور، بلاتي بلاتي. شوف هنا 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 شوف هادو واحلين في الجهه الاخرى في وسط تما. محال هنا هو هذا الكار. المهم كانت واحد الكار تا هو وحل البارح، واحد البنت دارت واحد النداء استغاثة تليفون في التليفون،
ودار هذاك النداء في المغرب ما شاء الله لا اله الا الله. ومن بعد قال لك هذيك السيده براسها مات. الله يرحمها، الله يرحم جميع امواتنا المسلمين، الله يحفظ المغرب. شنو نقولوا؟ ما شاء الله على المجهودات ديال الطرق الملكي، الله يحفظهم، الله يحفظنا بلادنا وملكنا. اوه من كما تشوفوا قال لك بعد الامطار الغزيره في اقليم فيقيق، هادشي في فيقيق مدينه بوعنان. اللهم بارك، عين مائيه انفجرت. دار اللهم بارك. شوف معي الاخوان على النافوره خرجت هنا، شوف خرجت من الارض. شوف انت كاين غير الليسه هذه، ها هكا انت كتشوف معايا، ها في الرمله ما شاء الله. وشوف معايا هنايا شنو خرج، تبارك الله. شوف تبارك الله، شوف كتروزي الماء، كتدفع الماء، راه الماء مين كيمشي؟ راه كيمشي لهيك، كيكبل عند الواد. هذه جايه في الجنب ديال الواد. اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله. بشرى خير ان شاء الله، كنتمناوها تبقى بحال هكا. الا بقات بحال هكا الاخوان ان شاء الله غادي تحيي لنا المزرعه، وغادي تحيي لنا شحال من حاجه. والله اللهم بارك. شو الماء، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك. قرب حدا الاخوان ولا غادي نستقى؟ غادي نستقى ماشي. واو ما شاء الله ما شاء الله. ما هي كتبان من البعد، كتقطع دفاع الماء. لقطة جميلة جدا، وندي لكم هاد اللقطة التاهية رائعة. هاد اللقطة معروفة في وسط الأمازيغ والمغرب كله تقريبا أمازيغ، والحمد لله معروفة في، علاش قلت لكم المغرب كله أمازيغ؟ زعما حيت معروفة في المغاربة، ولكن الأمازيغ، الأمازيغ سيغتو اللي في، ماشي في المدينة، تنهضر الأمازيغ اللي في المدن الصغيرة، ولا في لي فيلاج، سواء الدواور سواء المدن الصغيرة، معروفة عندهم هاد الحاجة هذه اللي بين نوريكم دابا. وما شاء الله علينا كاملين، والله يخليها ديما فينا، حيت لقطة رائعة ما شاء الله. سميتو المعروف، هو عادة مغربية قديمة، ولكن الناس وسط الجبال مازال محافظين عليها. عجبني بزاف التضامن اللي شفت بين العيالات ديال الدوار، كلهم معاونين مع بعضياتهم، وكل وحدة فيهم وشنو جابت. شوفوا دابا الناس ديال الدوار، كل واحد كيجيب الخضره ديالو، الحيمه ديالو، العطريه ديالو، وكيتجمعوا كامل كيديروا الصدقه. دابا كل واحد كيجيب حاجه اللي عنده في الدار، كيجيبو كتزيو وكديروا صدقه مجموعين. الله يقبل ليكم يا ربي. وانا هنا جيت درت ايدي معاهم في هذه الصدقه، حيت ما يمكنش نحرم راسي من هذا الاجر. السلام عليكم، السلامات بخير. الكرم ديال هاد الناس فكرني في الآية اللي كتقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل شيء كياكل من هاد المعروف، الناس ديال الدوار كامل، الوليدات الصغار والكبار، وأي واحد كان دايز من هاد الطريق. أختها جميلة جدا. مهم بيان سور هاد الأختها كما قلت لكم باقية في لي فيلاج الصغار، ولا الدواور، ولا المدن الصغار،
صعيب تلقى هذه اللقطه هذه في المدن الكبرى، صعيب تقريبا اب مستحيل. المهم ما لقطه جميله، ما بحال هاد اللقطات ما خصناش نضيعهم، ما خصناش نغبروا عليهم. بيان سور كاين في المدن الكبار حاجه عاديه، الناس شحال مره تيقادوك ويصيفطوه للجامع، ولكن ماشي بحال هاد الجو هذا نتاع تيتجمعوا كاملين وكل واحد واخا اغلبيته هما ما عندوش، يعني كل واحد تيهز واخا غير جوج خضيرات ثلاثه من عنده، جوج حبات تنهضر ماشي جوج حبات الخضره ولا ثلاثه من عنده، ويجيو يتعاون مع الناس وراه كلشي تيتنفع في الاخر، داكشي تيتجمعوا العيالات تيطيبوا يتنفع كلشي. الله يحفظنا، الله يحفظ تقاليدنا وعاداتنا، الله يحفظ المغرب ومالك ديالو. اسمعوا معايا هاد جوج اشياخ، غنسمعوا الاول عاد نسمعوا الثاني، تيشكروا فينا. مسلم عربي تعلقهم بالتدين بالقران انت الان تقول انه مذهب سني مالكي واحد وعندهم سب الصحابه مرفوض تماما، علاقتهم بالقران تعلقهم بالايمان والتوحيد، صف لي مشهد. انت شوف علامه من اكثر الناس الذين تجدهم في المساجد المغاربه، والحج والعمره تجد من اكثر الوفود تجد في المغاربه. المغاربه عندهم القران اهتمام خاص، ترى من عهد الموحدين المرابطين، انا زرت دول كثيره بس المغرب البلد الوحيد الذي الامام عندهم يقرا بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب حزب، يعني نص جزء في الصبح وجزء من الاوقاف. نعم من الاوقاف، ولذلك سايق التاكسي في المغرب ترى قد يرد، إذا قلت يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال يمشي معك ترى، لأنه من الصغر وهم يحفظون وفيهم حفاظ كبار حتى حصلوا على الجوائز العالمية. طيب المغرب في أشياء متميزة، تعرف حتى الشاي المغربي له طعم، المغربي إذا جاك يصنع لك الشاي قصة ورواية يأخذه أمامك ويحدثك، وحتى شيء الحمام المغربي، المطعم المغربي مرة من مرات قفز إلى المطعم الأول في العالم. يا مغرب الأوفياء افخر فما بلده إلا تمناك أما واشتهاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، والليث لو لم يصد والشمس لو نطقت والدهر لو لم يخن والبحر لو عذب. شكرا شكرا شكرا، زيدوا نساليو مع هذا الفيديو هذا. شكرا حبيب، زرتنا الفركة. What do you do for a living؟ أنا راه معروف. Well, right now we're walking in the gullies of Marrakesh. Time this happens as well. قلت له طيب هل تذكر طوال التاريخ القديم أو اليوم أن عالما من علماء المسلمين تحول نصرانيا؟ Then I asked him that, okay, have you ever heard before or now, in the past or present, that one of the great scholars of Islam has left Islam and gone to another faith? He said, no. Then I said, why? قال لا فقلت لماذا. كيف ترجم هذا؟ والله thank you very much يا أخي. جزاك الله. جزاك الله. تبغى نقلبها ترى ممكن يا شيخ. خلينا نكمل على خير. كملناها بالمشايخ.